يعني حبك او في حد كده بيشجعك؟ انا اول حاجه انا عارفه انه انت مامتك هي اكتر حاجه اللي بتشجعك. هو البيت كله يعني بس اكتر واحده مامتك، هي الام بصفه عامه اللي بتكون متعلقه ببنتها فبتشجعها على الحاجه اللي هي بتحبها. والله كان ابويا مش امي يعني. والله مامتي كان بابايا يعني، كنت دايما يعني انا صاحبه الاب، انت عارفه برضو البنت. طب فكان بابا اللي كان دايما بيشجعني. حلو، كلمينا بقى عن مشوارك ازاي ابتدى. ابتديت اعلانات وبعدين قعدت شويه عشان ما كانش عندي حد في الوسط الفني ومن الاعلانات طلعت بقى، ابتديت رحت درست دراسات حره للتمثيل وبعد كده دخلت بقى اشتغلت. طبعا حنا ميسره انت عارفه طبعا ما احنا هنتكلم على كل حاجه. فهي جت من الاعلانات وابتديت برامج حاجات مع قالب، كان مع الله يرحمه استاذ مع حسين الامام الله يرحمه وبس، وابتديت بقى واحده واحده لحد ما دخلت مثلت وكده. هو كان اول عمل سينمائي ليكي كان مع المخرج الكبير خالد يوسف في صحيح. فيلم حين ميسره. كلميني بقى عليه. انا ده بقى الدور ده جالك ازاي؟ هو يعني الدور صعب شويه صح؟ هو الفيلم كله فيلم صعب يعني، كان على المشاهد. هو فيلم يعني عمل ضجه كبيره جدا في الوسط الفني او في عموما حتى في الحياه العامه. الفيلم انا كنت على طول كان نفسي اشتغل اصلا مع يوسف شاهين الله يرحمه زوف، فما لحقتش او ما لحقتش حتى اشوفه. فكانت الفكره ان انا يوسف شاهين كان الاثنين مرتبطين ببعض فاهمه، فكان هو بيحضر قبليها الفيلم وبعدين رحت له فقال لي انت صغيره، فقلت له كان بيحضر ويجا فبعدين قال لي بس ان شاء الله هشغلك معايا. فكان جت بقى ان انا فضلت اتابعه لحد مجال الدور في حين ميسره. هو ما كانش كبير بس كان قوي جدا وعملته وكانت تجربه بالنسبه لي حلوه، وما كانتش اول مره اشتغل مع خالد يعني، كنت اشتغلت ده وبعدين اشتغلت مره تانية مع خالد. حلو جدا. حلو. انت عارفه انا بكلمك دلوقتي وجاي في بالي اللقطه كده ان انت انسانه بتحبي وبتضحي جدا من كتر ما انت بتضحي يعني، بعتي الناس كلها عشان الفنان الجميل دورك معاه محمد رمضان طبعا الاسطوره فحب قاتل بصراحه. يا صراحه كلميني.